بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. واستخراج سجلات عشوائيه من جدول في قاعده بيانات اكسس. الفكره ببساطه، انا لو عندي جدول زي ده في بيانات ل 741 موظف، وانا عايز اعمل سحب عشان اطلع بشكل عشوائي 2 5. نفس فكره السحب اللي بتعمل في المسابقات، يعني ازاي اعملها بالاكسس. انا كرييت كويري ديزاين على التيبل اللي اسمه اتش ار. انا عايز اسم الموظف والاي دي. الكويري ده من البروبرتيز بتاعته، في البروبرتيز بتاعت الكويري هقول له ان انا عايز بس اول اتنين بالشكل ده. بالكويري ده لما اشغله هيفضل دايما يديني اول اتنين موظفين بناء على الاي دي اللي هم تروي وبويد، ومهما عملت ران هيفضل يديني نفس الاتنين. طبعا انا ممكن هنا احدد اي عدد انا عايزه، 2 3 1 5. ازاي بقى اخليه في كل مره يطلع لي سجلات مختلفة، يعني كل مرة يديني اثنين موظفين غير بعض؟ أنا هضيف حقل هنا من الاكسبريشن بيلدر، هضيف الفانكشن راند، وبعدين هشاور على الفيلد اللي اسمه اي دي. هو ممكن اشاور على أي فيلد نوعه نمبر جوه الجدول اللي أنا عايز أطلع منه سجلات عشوائية. راند وظيفتها ايه؟ راند كل وظيفتها ان في كل مره هتديني مجموعه ارقام عشوائيه، فهتكون نتيجه ان هي في كل مره هتطلع لي اثنين موظفين مختلفين. بس ده لسه تروي بوينت. لان انا محتاج كمان اعمل سورت بناء على الحقل اللي انا عملته. لارا وديانا، ديفيد ولتيتا، وفي كل مره هران هيبدا يديني سجلات مختلفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.